صباح الخير ديزيغي، ازي كيف صحتك؟ كيفك؟ تمام؟ موضوع اليوم حلو كتير، هو تضحية المرأة إجمالا لما تكون بعلاقة، بالزواج، بالأمومة. السؤال يلي بيسأل نفسه أول شيء، شو يعني تضحية؟ عن أي تضحية عم نحكي؟ هل الشخص يلي بيختار يدخل بعلاقة ويكون عنده يكون والد أو أم؟ لأنه رح نحكي كمان يعني لما نحكي تضحية امرأة بالمقابل في رجل بمكان ما له دوره، هل هذا تضحية أو هذا قرار؟ وقرار بيقول إنه في شغل، واحد بده يتعب لأنه منا هينة. يعني كل ما أجى الموضوع عن قرار وعن تحمل مسؤولية وعن قبل نعرف شو محضر لنا الفونكسيون أو العمل إنه نكون أم أو بي، لأنه أنا هون بدي أقول شغلة، أنه قبل كنا نقول بس أم بتضحي كرمال أولادها، البي يمكن مهامه أنه يجيب الفينانسمون المصاري حتى يعيش العائلة. هلأ اليوم في أشياء تغيرت بالمجتمع، يعني العلم النفس الاجتماعي اليوم تغير، لأنه بتحس أنه أكثر وأكثر المرأة عم بتروح على العمل مثل الرجل. من هيك صرنا عم نقول أنه المرأة والرجل بيتشابهوا حتى بالأدوار صاروا، لأنه كونها هي كمان مضطرة أنه كمان زاوي العمل اليومي تتقدر تساعد الرجل، وحتى أوقات هي بتكون يمكن مردودة أكثر من الرجل أوقات ببعض الحالات بالفينانس ما بالمصاري. من هيك مضطرين اثنينتهم أنه يضحوا. هلأ المرأة بطبعها وبالتشكيل الهرمونية تبعها، إذا حكينا يعني نفسيا، هي امرأة أكثر بتكون المرأة حنونة، عندها عواطف أكثر، عادة بتظهرها أكثر لأولادها، وبتهتم على الديتايات أكثر ما بيهتم الرجل. يعني بتنتبه لأولادها إذا نقصهم شيء، إذا شيء زعجهم عادة أكثر، طبعا حسب الطبع، لأنه بتعرف أنه في رجال بيكونوا حساسين أكثر من نساء حتى لهالأشياء. لا بالمطلق، نحن عم نحكي مطلق اليوم. نعم. نعم الامرأة الأم عندها دور أكثر بالتربية كل يوم، التفاصيل، المدرسة إلى آخره. بس إذا بالمجتمع الشرقي تبعنا، إذا الرجل بنحط له مرات الدور إنه هو بس بيجيب المصاري، بحط لحمة على الطاولة، بس ما ننسى إنه كمان بحط لحمة على الطاولة بننسى كمان إنه يعني الرجل هو عنده دور مع الأولاد، بيطلعوا عليه، بيأثر عليهم، يعني بجوز يكون ساكت أكتر أو عجنب أكتر، بس دوره بيضل في مفعول. يعني اثنيناتهم عندهم دور مهم. أكيد طبعاً، دور الرجل، دور الأب، دور الرجل الأب هو دور بيعطي السلطة بالبيت، بيعطي القانون، هو مثال الأعلى للابن، هو لازم يكون عن جد حدا يتمثلوا فيه. بس تكبر البنت، هذا دايما بنحكي عنها بأوديب من هيك ما كررتها، تنبش على رجل بيشبه بيها ويكون مثل بيها، إن شاء الله يكون الله خير صورة منيحة كان بطفولتها. والشاب كمان بيسعى كل جهده إنه يكون مثل بيه ويكون على مثال بيه. إذا هالمثال كان منيح هذا الشيء بيكون رائع، إذا هالمثال كان غلط هون الشذوذ الاجتماعي، وهون بيصير فيه عندنا الاضطرابات النفسية والاجتماعية عند الأولاد والمراهقين والراشدين بعدين. نعم. من هيك إيه، ما أبدا ما منهمش دور البي، دور البي بيجي حد دور الأم من زمان. حتى بس تقول بدك تجيب اللحمة على الطاولة، هيدي الشيء كتير مهم، أول مرة بسمعها ألبير من هيك ركزت عليها. يعني مهم أنه يطعميه للولد، يعني كمان بيكون عم بيهتم فيه مثل ما الام عم بتطعميه مباشره، عم تحضر له اكل للولد. كمان هو اذا ما في مردود وما في مصاري، يعني ما عم بيجيب اللحمه، الام ما فيها تحضرها. يعني بتشوف هون في مشاركه لازم يكون بالتربيه، وقد الادوار بتكون فيها مشاركه. بس مثل ما قلت، بالمجتمعات الشرقيه مطلوب من المراه انه تكون سوبر وومن، يعني مطلوب منها انه تكون المراه العامله اللي لازم تكون ملتزمه بعملها واللي بتعطي راندمون بجنن، مطلوب تنتبه على الاولاد، تنتبه على ديتاياتهم، على دروسهم، وإذا أثر الولد اليوم منلومة. هون بدنا نشوف عنصر الذنب أو التذنيب للمرأة قدي كبير وقدي عم بيكون فعلا كتير عظيم على كهلة. من هيك اليوم نرجع بنقول دور المرأة اختلف. يعني دور المرأة مش أنه اختلف بالأمومة، لأنه المرأة لازم تضلها تصغي لأولادها، تضلها تعرفهم، تضلها حدهم، تضلها توكبهم. بس بذات الوقت كمان هون مطلوب اليوم أكثر من قبل من الرجل أنه يساعدها بهالعملية هيدا، لأنه هي كونها عم تظهر من البيت، عم تشتغل برات البيت، بطلت قادرة وحدة أنها تهتم، وبالتالي بينقص على الأولاد. هون لازم البي أكثر يوعى ونوعي أكثر على دوره كأب، كأب بصورة جيدة، كأب ممكن أنه يرافق أولاده، كأب أنه ممكن يرافق خاصة الصبي، يعني طبعاً برافق البنت بس أكثر الصبي بعمر معين. وهون يعني الأم كمان ترتاح، النشاطات تبع الأولاد ناخدهم نجيبهم نقعد معهم نتفرج عليهم عم يعملوا سبور، نتفرج عليهم نعمل بالمدرسة سبور. نعمل معهم سبور. يعني بالعكس اليوم يعني ما بقى حلو بركي كتير نحدد
هالادوار بس باشياء ستيريوتيب، بالعكس شخصين عندهم دور في مشاركه متكمل، وهيدا اللي عم في مشاركه عم بالادوار يعني. طبعا الام بيبقى لها دور بالرعايه والانتباه للاشياء الصغيره بالاخص مع الفتاه، لانه هي مثال الاعلى بالنسبه لبنتها ولازم تهتم فيها بالاخص مرحله مثلا بيبرتي البلوغ قد ايه بحاجه البنت لامها. وما يعني بدنا نعرف انه في محلات بتحس انه البنت بلا امها بتضيع يعني هون، وحتى الصبي بلا امه يمكن هالنظره العطوفه الحنونه المتفهمه بيفقدها. من هيك اذا عائله فقدت الام، اذا توفيت الام مثلا، بنحس انه بطل فيه الجو الحميمه الحنان بالبيت، الجو الملان اذا بدنا نقول بالدفى وبالطمانينه. كذلك البي اذا توفى هون او غاب ممكن يفقدوا السلطه بالبيت او القانون او حتى الرعايه والامان. هون من هيك على طول بنقول انه لازم الام، اكيد بدي اقول لك شغله بس هون البير، انه الام ما تحس بذنب. عم بحكي لكل ام عم تسمع هلا وهي بتشتغل، ما تحس بذنب اذا اشتغلت، لانه اليوم ما تقول عم بقصر عن ابني او بنتي، لانه اليوم يوم المجتمع اغلب العالم بس يقعدوا عم بيحكوا عن اعمالهم عن شغلهم. يعني الام منا بس ام، المراه منا بس عندها ستاتيو او فونكسيون ام، هي انسانه عندها اكيد الامومه بتجيها، هيدي شغله كثير نعمه من عند الله بتجيها انه فيها تكون ام، بس كمان هي شخص ممكن يكون بارز بمجتمعه. يعني كل حدا من النساء لازم تسعى انه كمان تبرز حالها بنطاق اللي بتقدر تعطي فيه، لانه اذا بترت هالقدرات اللي فيها وقالت انا بس بدي اكون ام، هون بدها تلوم اولادها يوم ما او تذنبهم او تشعر هي انه فقدت حياتها المهنيه. نعم. او القدرات تبعها كرمال اولادها. وهون يعني هيدي الشغله دائما انا بحكيها، لانه لازم الام ما تندم يوم من الايام انه فقدت هالقدرات لحتى ما تذنب اولادها وهالولاد يعيشوا بعقده الذنب، والرجل كذلك بعيش بهي العقده. يعني هون مفروض انه كل حدا كفرد اول شيء المراه تكون، مش بس كام، ما تفكر بس بنطاقة كأم، تفكر كفرد بالمجتمع، هي كيف فيها تبرز بمجتمعها وكيف يكون عندها دور الأمومي وتنجح فيه، وهيدا أهم دور. ترجع تزيلي على الموضوع التضحية، لما نقول تضحية عن شو عم نحكي؟ أي نوع تضحية؟ هو تضحية الوقت، تضحية النفس، تضحية عن أي تضحية عم نحكي اليوم؟ يعني بتعرف أنا كلمة تضحية ما كتير بحب أستعملها، بحب يمكن أستعمل كلمات يمكن مسؤولية مثل ما بلشت أنت وقلت. لأنه كوني أم أنا مسؤولة عن عائلة، مسؤولة يمكن عن أطفال، ما فيني أتركهم كل الوقت، ما فيني ما أنتبه للأشياء اللي بتخصهم. بكون أنا يمكن مثل ما قلت في نوعا ما أنه أنا في أشياء بحبها ما فيني كثير أعملها، في ظهرات يمكن بحبها بدي نقص شوي منها، ما ألغيها نقص شوي منها. يمكن ساعات العمل عندي بأول فترة أولادي عايزيني بدي نقص شوي من ساعات عملي، بس إذا حسيت بس أني أنا عم ضحي، يعني أنا بصير ضحية. وبتعرف شو يعني شعور للضحية؟ بده تحس بالظلم. يعني هالمرأة بتحس أنه هي عم بتضحي بحياتها، عم بتضحي بكونها إنسانة مثل غيرها، يعني بتحس بظلم معين وبدها تصير يعني فلستري، بتصير كأنه هي مظلومة وكأنه هي ممنوعة تعمل أشياء، وبالتالي هيدا بده ينقلب سلبا بعصبية بدها تعيشها، بطريقة تذنيب لأولادها لجوزها. وبس يكبر أولادها بالمراهقة بصير مشكل كتير كبير إذا بس العلاقة تضحية. نعم. إذا منا العلاقة محبة صرف، شعور بالمسؤولية، أخذ قرار، بيكون كتير العواقب وخيمة، لأنه بعمر المراهقة وما قبل المراهقة بنعرف أنه الولد هو صغير كتير بحاجة لأمه، هيك يعني بحاجه يمكن تهتم بلباسه وباكله يعني بكل شيء بكل شيء، بس بلش يكبر هيدي بنتذكرها كلنا، بده يتمرد. وحتى الكلمات اللي بتطلع مرات تجرح اكثر، حلوا عني، اتركوني، انا صرت كبير، اللي عم بتقرري عني، واشياء من هالنوع بدون ما نذكرها كلها، يعني لانه جارحه. يعني ببلش عنده اصحابه، عنده الميليو تبعه، عنده ظهراته الخاصه، ما بده امه ترافقه، حتى بتجرب مثلا تاخذه اوقات عتينه، ما بقلها بتقعدي بعيد عني، او مثلا نشتري تياب او شيء. يعني هون بتحس هي هيدا بهيدا المحل انه هيدي كانت خساره بحياتها. من هيك مطلوب منها انه تضل محافظه على الاشياء اللي بتحب تعملها، مع بعض الخصوصيه بالوقت لعائلتها، يعني لزوجها، ما تهمل زوجها، لزوجها ولاطفالها، بس تعرف انه هدول الاولاد رح يجي يوم ويبدون هن كمان حريتهم. يعني تكون هي حره بمحل معين تتعرف تعطي الحريه وقت اللي لازم تعطيها. يعني اهم شيء انه نكون مستعدين لهالمرحله من المراهقه وعارفين انه اولادنا ما حيضلوا صغار، ما راح يضلوا صغار، والتعلق تبع ما بعرف اذا هذا محله، بس يعني كيف بركي نشتغل على التعلق؟ يعني الام بدها تشتغل على نوع التعلق اللي عندها هي، الاتشمون عندها هي لهالولد، ما أكيد. تكون متكله
على الأولاد لهي تعيش وتحقق حاله. أكيد، يعني إذا هي حققت ذاتها بمحل، إذا هي عطت قدراتها بمحل، ما بتحس رح تحس أكيد بهدتها شمار، رح تحس بهالفراق والترك لأبنها اللي كان عايزها أو لبنتها اللي كانت عايزتها كل يوم، بس ما بتكون هالقد قوية، بتكون محتملة لأنه هي عملت الأوكوباسيون تبعها، هي عملت علمها، هي عطت الأشياء وبتصير فيها تنطلق أكثر بهيدا العالم. لأنه فعلاً على طول دائماً بدنا نفكر كأهل من أول ما يخلق ابننا، لأن تعرف أنه بكون في كتير عند الولادة أتشمان بين الابن أو البنت والأم، هون كيف تتفكك هالأشياء تنشوفه عم بيكبر تيصير فرد مستقل عنا، قادر ياخد قراراته، عامل عالمه، حتى كمان نحن نسمح له بهالشي اللي بنبني عالمنا الخاص. بس أول سنين من حياة هالولد هن حياة تعلق شديد، لأنه ما بيقدر يعمل شيء هالولد، يعني بيخلق الإنسان يعني سنتين ثلاثة أربعة تركنا هالولد ما بيعمل شيء، ولا بيلبس ولا بياكل ولا بيهتم فيه. فالمطلوب من الام بفتره انه تكون كثير حاضره، وبفتره تكون كثير على جنب لتتركه يكبر. فهون هون الصعوبه، ما هي هون الدبلوماسيه والانسحاب، نعرف كيف بدنا ننسحب وقت اللي بدنا ننسحب. مش مطلوب ابدا الكثير، الكثير كلمه كثير انا هون بدي احذفها من الجمله، لانه مش مطلوب اول شيء كثير انها تكون حده، لازم شوي شوي بس يبلش يلبس. لو بده ياخذ معه لبس البنطلون ساعه تتركه يلبس، تتركه يلبس وحده، تبلش تساعده تيقرر شو بده يلبس وحده، تبلش تساعده تيقرر اي نوع من الاكل بحب هو بفضل. يعني هيدي اشياء على صغر بتنعمل، يعني بتبلش شوي شوي تترك له لقاله القرار. يعني مثل واحد لا مركزيه يعني بالقرار، ما هيك بلش حتى شو بدنا ناكل شو بدنا نلبس، ان الاشياء اللي بيخلوا الولد ياخذ الاشياء الصغيره، تبعد شوي عنه لفتره، مع تكون مع والدتها، يكون مع بيو، تعرف تتركه لبيو من هو صغير، تامل لبيو، مش عمره شهر اكيد تتركه، بس يصير قادر يظهر مع بيو يمكن بالسنه سنه ونص تتركه مع بيو. هون ببلش، والثيرابي بهيدا الموضوع البير هو العمل، بس تكون المراه بتشتغل ما فيها تضل تهتم بالديتايات الصغار، بصير الولد شوي شوي يتكل على حاله بهيدا العمر. صحيح. وبس يتعود على امه الحاضره وقت اللي هو عايزها، واللي بتعرف تتركه وقت اللي هو بده يكون وحده، بعمر المراهقه ما بنلاقي هالكريزه القويه عند الولد، بنلاقي انه هيدا الولد الكريزه تبعيته تجاه اهله، الرفض والعدائيه بيكونوا اقل واخفت من الولد المعود انه امه تكون على طول موجوده، بتصير بوليسير، بتصير مثل البوليس، هلا بدك تاكل هلا بدك تشرب هلا بدك تنام. بنشوف كثير من الامهات هيك، طبعا عن محبه بيعملوها. هون عليهم انه يعملوا موديراسيون، عليهم شوي انه ينتبهوا انه هذا الولد بكره بيرفضنا قد ما نحن عم نغصبه فينا. نفس يعني نفس الطريقه بيرجع بيعمل نفس الطريقه. ما بيقولوا كل شيء بيرجع لك. ايه طبعا هيك يعني قصدك. لا فعلا البير، يعني قد ما هي بتكون حاضره بحياته، قد ما هو بصير بده يبين انه هو كبر وانه هو صار راشد وانه هو عم براهق وعم بصير راشد، بصير يرفضها على قد النزعه اللي عندها انه تحتل كل حياته. من هيك مفروض من هو صغير تعرف هي تشتغل على حالها، انها تترك وتخلق علمها بالعمل بالشغل بالعلاقات مع اصحابها، بس تضل حاضره وقت اللي هو بيكون عايزها، وقت اللي بيمرق بازمه. تعرف انه الولد اوقات شو الشجران تبعه الصغير بنسميه شجران، مثلا اذا البنت تخانقت مع صاحبتها بالصف، بنت رفيقتها بالصف، بتكون بالنسبه لها شجره ممكن تبكي كل الليل منه. صحيح. هون الام بكلمه يمكن ملطفه بتقدر تلطف للموضوع، يعني هيدا هموم الطفوله. من هيك لازم تكون حاضره تحجم هيدا الاشياء، بذات الوقت تكون تترك الولد القرار، ما تنتزع منه هالاشياء غصب عنه. ديزيري، المراه على يعني على مئات السنين كان عندها دور امومي كثير متروك بمحله وبس هالقد، بخمسين سنه تقريبا. صح. يعني نحن لازم نرجع نطلع شوي بتاريخنا من 40 سنه. من 40 سنه. يعني ما ننسى، مش انه صار لنا زمان الامراه أكيد. بتشتغل، وصار لها زمان الامراه بتصوت، وصار لها زمان الامراه عندها حريتها والى اخره، وبعد يعني في اماكن كثيره هذا الشيء مش واصلين له، ما ننسى هالشيء. فمطلوب من المراه انه هي ترجع تحدد دورها، بس المرجعية اللي عندها هي فترة زمنية كتير، حتى إذا هي هالفترة الزمنية الخمسين أربعين سنة نطلع عليها، ما بنطلع على مئتين سنة، نطلع أنه الكتب والأفلام اللي قطعت من شوي. فمطلوب كتير من المرأة غير أنه تكون سوبر وومن كمان ترجع تمركز دورة، تمركز دورة
اكيد. ليك البير، انا قلت لك بالعلم النفس الاجتماعي كان من 40 50 سنه ما في دبلومات عم تنعطى للمراه، ما في امراه متعلمه، ما في امراه، اكيد يمكن شيء اكسبسيونال كان في، بس اليوم اغلب النساء صاروا عاملات، اغلب النساء صار عندهم تحصيل علمي، يعني بالتالي عصر التكنولوجيا بسرعه تقدمت الادوار، بس دور الام مهم، ما تخلي حدا يغذي لا تكنولوجيا ولا غيره، دور الام لانه قايم على المشاعر الصادقه، قايم على هيدي الولادة ما حدا قدر يعملها غير الأم. هاي الولادة، شعور بالولادة، شعور إنه ابنها فيها، شعور إنه هي هيدي قطعة منها عم تكبر قدامها، هيدي ما حدا فيها قشطة إياها. من هيك ما بده تمركز عادة لأنه هو بيجوا منه فيه، بس عليها هي ما ترفض هالدور، ما تحسه ظلم، ما تحسه إعدام لكونه شخص ممكن إنه يشتغل. لازم أكتر تشتغل، لازم أكتر تكون إبانوي إنه هي أم، يعني زيادة عن هي إنسان الله عطيها هالنعمة إنه تكون أم، لأنه هيدا بلوس بالنسبة لها، يعني تكون ام فلان هيدي دور قوي. ومن هيك كنت بدي اقول لك، هديك قلت لك انه رح نحكي عن الطفل المعاق كيف بتكون علاقته غير مع امه، يعني قد ايه بيعطيها قد ايه بتاخذ منه، لانه هون على اختلاف وجود الولد بالعائله بيختلف دور الام بالمجتمع كمان. ديزيري، لما نستعمل كلمة تضحية بالأمومة أنا وياك متفقين أنه بيجوز مش كتير بمحله، بس في دراسة بيّنت من بألمانيا، يعني ألمانيا من البلدان الأوروبية المتقدمة نسبيا، أنه حتى بألمانيا النساء للعمل نفسه يلي بيقوموا فيه لو بيقوموا فيه رجل بيقبضوا أقل على القليل ب20% من الرجل. ليش؟ أول شيء برأيك ليش بعدنا بهذه الحالة؟ وهل تضحية قديش بعد المرأة بتسمح فيه وقديش بيأثر عليها؟ هلا مش بتسمح فيه البير، لانه المراه بتكوينها البيولوجي، المراه بعلاقتها مع ابنها كونه كان من صهر معها، هي ما فيها تشوف ابنها مريض تتركه وتروح على الشغل، مش معناتها البي منه حنون، بس هرمونيا ونفسيا الام عندها استعداد اكثر انها ترد على طلبات ابنها او بنتها. يعني بحال المرض، بحال الديبرسيون، يمكن بحال المشاكل، الام بتلاقي حالها اكثر لازم تقعد حد ابنها او بنتها، اكثر هي بحاجه. يعني ليه ما بتفكر الام انه انا بحاجه اكون ام، انا قررت اني اكون ام مش لانه هيك طالع على بالي، لاني انا بحاجه اني اكون ام، لانه بالامومه بتعرف في هون دور للجسم، قد ايه هو جان، قد ايه هو شاب، قد ايه قدر يعطي للعطاء. من هيك الام ما عم تشتغل يمكن قد الرجل قد البي، لانه هي بحاجه اكثر هي انها تقعد حد ابنها او بنتها. من هيك بنحس حتى بالمانيا او ببلجيكا انه بيعطوا عطله للام مش عطله للبي. صار في عطل للاباء هلا بتضحك، يعني زدوها زد انه منيح انه عطله للاباء، يمكن بحاجه حتى يعاون الام، بس الاساس هو عطله للام تهي كمان ترضي ذاتها عن كونها ام، مش بس كرمال الولد تما يفترق عنها. ممكن تخلق له سبستيتيو ماترنال مثل مثلا والدتها او والدة زوجها، لا هي بحاجه هي انها وقت حتى تفترق عن هالولد، وبحاجه اكثر انها تبرز امومتها وتبرز الجناس تبعها. اليوم الدور البي ودور الام عم نرجع نكتبهم، في كثير عيال منا تيبيك، منا تراديشنال، يعني اليوم العيال عم تتغير، تركيبه العيله عم تتغير، يعني في كثير يعني زوجين ما بقى يلاقوا انه بيقدروا يكملوا. قديش بيأثر هالشيء على الولد، وقديش الولد عن جد عايز أهله الاثنين تيكبر؟ ونحكي أكيد شو عن تضحية الولد بركي هون. أكيد إذا بدنا نحكي بحال الانفصال أو المشاكل الزوجية، بنحس أنه قديه فعلاً هالولد بحاجة لهالمسل العليا، بالأخص إذا كان بعد ما بلغ، إذا كان بعده ما صار بسن يمكن الرشد أو المراهقة، بعد ما خلصها قديه هو شايف أهله شيء كتير عظيم، وقديه بيجي بتتهشم صورة الأهل بدنا أو ما بدنا بهالمرحلة من الانفصال، لأنه كل واحد عنده وجهة نظره، وقديه أوقات بيكون بحاجة لأمه ما بلاقيها، بحاجة لبيه ما بلاقيه، بضيع هون، بالأخص بس الأب يتزوج امرأة أخرى أو الأم تتزوج رجل آخر. هذا بنشوفها بالأوروبا كتير، بنشوفها في ضياع هون من وراء هالعيال الملتيف، هالعيال اللي بترجع بتتكون وما بعود عارف الولد يلاقي لا أمه ولا بيه، وهو بحاجة فعلا إلهم حتى يقدر يتمثل بحدا يقدر يوصل لهالرشد هيدا ولهالإكيليبر هيدا. وهون أكتر شيء بهدول العلاقات اللي فيهم انفصالات وطلاق بنشوف قد ايه دور الأم مهم وقد ايه دور البي مهم، وقد ما فينا نجنب الولد عن مشاكلنا بس نكون بحالات الانفصال أو بحالات المشاكل، لأنه الابن أو البنت بيبقوا هيدا أمهم وهيدا بيهم، قد ما هشمنالهم بصورة بنكون عم هشمهم بهن بشخصهم بالمروار تبعهم بمرآتهم. من هيك نسعى نبعدهم عن هالمشاكل هيدا، ونعرف إنه هي مشاكل الراشدين الولد ما قالوا فيها، ما قالوا فيها.
هذا الشيء بيبقى للأهل. هن اختياراتهم هيدول. الأم عم تختار، المرأة عم تختار إنه يكون عندها ولاد أقل، يعني اليوم إجمالاً عم بيكون في ولد أو اثنين، يعني هل دور الأمومة بمحل عم يعني هل لأنه الحياة أصعب وهل لأنه عم نحس بالمسؤولية أكثر أو ما يعني قادرة المرأة قادرة تنجب ولاد كثير؟ قادرة بيولوجياً. نعم. بس مثل ما قلت لك اليوم حسب المجتمع اليوم اللي بيطلب منها أنها تظهر وتشتغل، المرأة كانت قبل قاعدة بالبيت وزوجها يأمن لها قد ما فيه، من هيك كانت تقدر تجيب ولاد وما كانت الحياة هالقد يعني غالية. اليوم المرأة صارت عم تعمل عم تشتغل، كل ما جابت ولد كل ما صار في ريسك على شغلها أكثر أنه يخف، من هيك لا هي بتفضل أنه تجيب ولد أو اثنين تهتم فيهم على قد ما فيها مع شغلها، لأنه عندها شغلها اللي بيتطلب منها كتير وقت وكتير جهد. من هيك عم نشوف انه حتى الولادة عم تختلف حسب تطور المجتمع واختلافاته. عم نروح من عصر المرأة الأم لعصر المرأة العاملة لعصر الرجل والمرأة في يتنافسان بالعمل والمراكز الاجتماعية والسياسية. هيدا شيء عم نشوفه خاصة بأوروبا لأن طلعوا من العقلية الشرقية وصارت المرأة تساوي الرجل، وبعدنا مثل ما قلت في محلات المرأة بعد عدم تباع وتشترى. هون للأسف بنشوف هون الفرق بالموتاليتي، وبس هون بدنا نقول انه العصر اللي عم بيتطور هو عصر المراه والرجل اللي هن متساويين بالحقوق وبالواجبات. الام هي بتضل ام لانه تكوينها مثل ما قلت البيولوجي والنفسي بيسمح لها انها تعطي اكثر عند العطاء والكرم اكثر، بس ما في شيء بيجبرها اليوم انها تكون بس هي ملتزمه بعلاقتها بولادها لانه مطلوب منها مثل ما مطلوب بالرجل اليوم. شكرا ديزيغي، ميرسي على الحديث الحلو. ميرسي لك. صباح الخير ستيفاني. صباح النور ألبان. كيفك؟ أنا منيحة، أنت كيف؟ جود. ويكند حلو كان؟ كتير. أنت؟ عطول. اليوم معنا شيف جاد. اليوم معنا رندا بولدون ببالانس. بدنا نحكي عن الباك تو سكول مع رندا. أوكي. الأكلات هلا. الكوتيل بدنا ناخده على المدرسة؟ إيه. هذا الشغلة الوحيدة اللي بركي بشتغلها من المدرسة. ولا أنا الوعي بكير بس. عمنوعة بكير يحو موجودين. بس مش أبكر. مش أبكر. مشاهدينا بتركون مع ستيفاني. يلا.